اهلا بيكم اعزائي الطلبه والطالبات في لقاء جديد. ان شاء الله هنتكلم النهارده على البلاد سيركيوليشن او الدورات الدمويه. الليرنينج اوبجكتيفز اوف اور ليكتشر افتر ذا ستادي اوف ذس ليكتشر يو ويل بي ايبل تو ديسكرايب ذا باث اوف ذا بلاد ثرو ذا ديفرنت بودي سيركويتس. المفروض بعد نهايه المحاضره حضرتك تكون عرفت مسار الدم في الدورات المختلفه في الجسم. عندنا مجموعة من الدورات الدموية في الجسم والعديد من الدورات الدموية اللي موجودة في الجسم. عندنا في systemic circulations الدورة الدموية الجهازية أو العامة، في pulmonary circulation الدورة الدموية الرئوية، في portal circulation في اللي هي الدورة البابية، في fetal circulation الدورة الجنينية، في circulation أخرى زي coronary circulation والدورة الدموية القلبية، الدم اللي داخل القلب وخارج منه بيغذيه ازاي ويرجع من القلب ازاي، مش جوه القلب، ده الكورونري سيركيوليشن اللي بتغذي القلب نفسه. في السيريبرال سيركيوليشن الدوره الدمويه الدماغيه. ففي عديد من السيركيوليشن هنختص بالدراسه السيستميك سيركيوليشن والبالمونري سيركيوليشن والبورتال والفيتال سيركيوليشن. والفيتال سيركيوليشن ان شاء الله هنقولها في محاضره لوحدها. ففي عديد من السيركيوليشن سواء السيستميك بالمونري بورتال فيتال سيركيوليشن. ده الهارت والبلاد فيسز والجريتر بلاد فيسز في الهورس. ده الهارت، ده المين ارترز، ودي المين فينز اللي موجوده في البادي اوف ذا هورس او في الهورس اناتومي. السيستميك سيركوليشن، السيستميك سيركوليشن او الدوره الدمويه الجهازيه او الدوره الدمويه العامه او بيسموها جريتر سيركوليشن الدوره الدمويه الكبرى، دي عباره عن السيركوليشن اوف ذا بلاد فروم ذا ليفت فينتريكل، من الليفت فينتريكل ثرو ذا ارترز اند ريتيرن تو ذا بلاد to the right atrium of the heart from the vena cava. بدوران الدم من الليفت فينتريكل خلال الاورطه للجسم كله، وبعدين يرجع فين؟ يرجع عن طريق الاثنين فينا كافي، الكرينيال فينا كافا والكودا الفينا كافا. دوران الدم ده من الليفت فينتريكل للجسم كله وعودته خلال الفينا كافي دي بيسموها سيستميك سيركوليشن او الجريتر سيستميك سيركوليشن الدوره الدمويه الكبرى او الدوره الدمويه الجهازيه الكبرى. الفانكشن بتاعته طبعا هو يحمل دم مؤكسج هينقله للجسم كله، كاري اوكسجينيت بلاد تو ديفرنت بودي ريجن اند باك تو ذا هارت، بيرجعوا للايه؟ للقلب. المسؤول عن الدوره دي ايه؟ الليفت سايد اوف ذا هارت، الجانب الايسر من الايه؟ من القلب. لما نشوف الباسوي بتاعتها مسارها ماشيه ازاي، نشوف التصغير للمسار كده، ادي الليفت فينتريكل يبعت عن طريق الاورطه، والاورطه تودي للهيد والنك والثوراكس والثوراسيك لين، بتودي للابر بارت من البادي في الهيومن او الكرينيال بارت في البادي في الانيمالز، وتودي كمان للابدومن والفيلفس للبطن والحوض والبلفيك لامبس اللي هي الاطراف الخلفيه. الدم اللي راح من الاورطه للابر بارت بتاع الجسم يرجع عن طريق ايه؟ عن طريق الكرينيال فينا كافا الوردي الاقوى في الامامي، وفي الهيومن نسميه سوبيريور فينا كافا الوريد الاقوى في العلوي. والدم اللي راح للبطن والحوض والاطراف الخلفيه دي يرجع عن طريق الكودا الفينا كافا الوريد الاقوى في الخلفي، او الكودا الانفيريور فينا كافا اللي هو الوريد الاقوى في السفلي. يصبوا الاثنين فين دول؟ يصبوا في الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم الدم يروح للرايت ايه؟ فينتركل. نبص على المسار اللي قدامنا كده، ادي الدم بيضخ عن طريق الليفت فينتركل للاورطه، اسيندنج وديسيندنج اورطه، دي الاورطه، يروح بقى الابر بارت بتاع الجسم للهيد والنك والابر ليمبس او كرينيال بارت بتاع الجسم، والجزء الخلفي بتاع الجسم اللي هو الابد بنشوف ليفر وجات والكبد والامعاء والكيدنز والازر اورجان والبلفيك ليمب. كمان هنا الدم اللي راح للجزء الخلفي من الجسم واللي راح للجزء الامامي، اللي راح للجزء الامامي يرجع عن طريق ايه؟ الفينا كافا. اني فينا كافا بقى؟ الكرينيال فينا كافا. واللي راح عن الجزء الخلفي يرجع عن طريق الايه؟ الكودال فينا كافا. الاثنين دول يصبوا فين؟ اه صح، هيصبوا في الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم ينزل للرايت ايه؟ فينتريكل. الجانب الايسر زي ما حضرتك شايف باللون الاحمر ده اوكسجينيتد بنسميه ارتريال سايد، انما الجانب الايمن بنسميه ايه؟ بنسميه الفينوس سايد. ده الباثوي بتاع السيستميك سيركوليشن. تاني سيركوليشن عندنا اللي هي البالمونري سيركوليشن. الديفينيشن بتاعها السيركوليشن اوف ذا بلاد كونتينز كاربون دايوكسيد فروم ذا رايت فينتريكل
to the lungs through the pulmonary artery and the return of the freshly oxygenated blood through the pulmonary vein into the left atrium. يبقى دوران الدم من الرايت فنتركل بيعمل دم مؤكسج غير مؤكسج غير مؤكسج عن طريق البالمونري ترانك او البالمونري ارتر ده للرئتين، ده ينقسم لبالمونري ارتر رايت وليفت، رايت وليفت، يروح للرئتين، وعوده الدم من الرئتين للليفت اتريوم عن طريق البالمونري فينز. الدوره دي بيسموها ايه؟ بيسموها البالمونري سيركوليشن، اللي هي الدوره الدمويه الرئويه او الليزر سيركيوليشن، الدورة الدموية الصغرى من الرايت فنتركل للبالموناري ترانك اللي هو ينقسم لاتنين ارتري، اتنين بالموناري ارتريس شريانين رئويين، يودوا الدم لللانجس للرئتين، يرجع عن طريق البالموناري فين، يرجع دم مؤكسج بقى من 4-7 بالموناري فين، يصب في الليفت اتريوم والليفت اتريوم الليفت فنتركل او بالشكل ده. ده اللانجس هي رايت لانج وليفت لانج. طلع الجذع الرئوي ده اللي بنسميه بالمونر ترانك قاسم لاتنين ارتري، رايت بالمونر ارتري وليفت بالمونر ارتري، مع ان اسمه ارتري بس احنا اتفقنا ان هو بيحمل ايه، نان اوكسجينيتد بلاد او دم غير مؤكسج. يودي الدم للرئه، يتخلص من ثاني اكسيد الكربون اللي هو كان بيحمله الدم هنا ويحمل بالاكسجين، ويرجع عن طريق ايه يا جماعه؟ يرجع عن طريق البالمونري فينز. البالمونري فينز دي اللي جت من الرئه، عددها في الهيومن 4 في الهورس على سبيل المثال من 4-8، يرجع للليفت اتريوم. الليفت اتريوم يدخل الليفت فينتريكل. دوره الدم من الرايت فينتريكل للبالمونري ترانك للبالمونري ارترز لللانج وعوده الدم عن طريق البالمونري فين للليفت اتريوم دي بيسموها البالمونري سيركيوليشن. بالمونري سيركيوليشن دي جريتر سيستميك سيركيوليشن، اللي هي الدورة الدموية الجهازية أو الدورة الدموية الكبرى. زي ما شفنا بيخرج الدم من الأورطة ويتوزع للجسم كله ويعود عن طريق الفينا كافي، سواء السوبيريور فينا كافا أو الانفيريور فينا كافا، الكرينيال أو الكودا الفينا كافي، ويرجع للرايت أتريوم من رايت أتريوم لاد فينتريكل وتعاد الدورة دي أنيميتد أهاية. سريان الدم من الليفت فينتريكل اللي هي الأورطة للجسم كله، سواء الأبر بارت بتاعها من الجسم عن طريق السوبيريور او كرينيال فينا كافا والانفيريور فينا كافا، يرجع تاني الدم، يبقى الاورطه توزع الدم كله، واللي يرجع الدم او يلم الدم من غير مؤكسج ويرجعه للقلب هي الوريد الاجوى في العلوي والوريد الاجوى في الايه السفلي او الامامي والخلفي بالشكل ده كده. ده برضو صور اوضح للسيستميك سيركوليشن او جريتر سيستميك سيركوليشن. ادي الهارت دو تو لانجز، ده الابر بارت بتاع الجسم، وده اللور بارت بتاع الجسم. الكودا الفينا كافا او الانفيريور فينا كافا يلم بقى الدم من اللور بارت بتاع البادي، سواء البلفيك لمب او الفيسرا كلها، الاحشاء كلها، سواء بقى ليفر، كيدني، سبلين، انتستين، ستومك، ويرجعه تاني للقلب. دي بنسميها جريتر اور سيستميك سيركوليشن بالشكل ده كده. ادي الدم جاي من الكرينيال فينا كافا وكودا الفينا كافا او السوبيريور والانفيريور فينا كافي، يصب في الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم للرايت فينتر، من الرايت فينتريكل الدم يروح فين؟ الشريان ده نقدر نسميه ايه هنا؟ البالمونري ترانك. البالمونري ترانك يروح فين؟ يروح لللانج بالشكل ده. راح لللانج حمل بالاكسجين، يرجع فين؟ يرجع للليفت اتريوم. لما اشاور على ده احاول اسميه ايه؟ ده البالمونري فينز. هنا البالمونري ايه؟ فينز. ينزل الدم من الليفت اتريوم للليفت ايه؟ فينتريكل. الليفت فينتريكل يخ الدم فين بقى؟ اللي انا بشاور عليه ده اقول عليه ايه؟ ده الاورطه، اهو الاورطه، اهو قدام حضرتك الدم انيميتد اهو من الرايت فينتريكل لللانجس عن طريق البالمونري ترانك اهو، وهنا من الليفت فينتريكل هيروح للجسم كله عن طريق الايه؟ عن طريق الاورطه، والدم بيتجمع نان اوكسجينيتد بلاد من الجسم كله عن طريق الكرينيال فينا كافا والكودا الايه؟ فينا كافا. بيصبوا فين دول؟ بيصبوا في الرايت ايه؟ اتريوم.
حلقة كاملة. لما نشوف بقى المقارنة أو السيستميك سيركوليشن فيرسس زي بالمونر سيركوليشن، لما نشوف المقارنة ما بين الاثنين سيركوليشن كده، الفانكشن بتاع السيستميك سيركوليشن كاري أكسجينيتد بلاد تو ديفرنت بادي ريجون اند باك تو ذا هارت، دي الفانكشن بتاعتها كاري البلاد فروم ذا هارت تو ذا لانجز اند باك تو ذا هارت، يبقى بتحمل الدم الغير مؤكسج للرئتين وعودته تاني للايه للقلب، بس عودته ايه مؤكسج. المسؤول عن السيستميك سيركوليشن هو الليفت سايد اوف ذا هارت، اللي مسؤول عليها اللي كان الشقة ده باللون الاحمر ده اللي مسؤول عليها من الليفت فينتركل للاورطه ويرجع ديني مسؤول عن السيستم، انما هنا في البلمر سيركوليشن المسؤول عنها الرايت سايد اوف ذا هارت. الباسوي زي ما شفنا قبل كده اهو، دي الاثنين باسوي حطهم لك قبل بعض اهو، ده من الليفت فينتركل اورطه يروح للجسم كله ويرجع عن طريق الكودال والكرينيال فينا كافي للرايت سايد بتاع الهارت الرايت اتريوم بعد كده الرايت فينتركل. الباسوي بتاع البلمونر سيركوليشن هي البلمونر سيركوليشن يا جماعه ما بين القلب والرئتين مش اكتر من كده، انما دي للجسم كله ما بين القلب اهوت الرايت فينتريك بتاع الهارت عن طريق البلمونري ترانك اللي هو الجذع الرئوي اللي هينقسم الاثنين بلمونري ارتري. يبقى البلمونري ترانك ده مش عاوزك تتلخبط، البلمونري ترانك ده الجذع الرئوي، ايه الجذع الرئوي ده ينقسم لاثنين ارتريز بنسموهم بلمونري ارتري او الشريانين الرئويين، واحد رايت واحد ليفت، كل واحد رايح فين؟ رايح لرئه من الرئتين، ودى الدم للرئتين رجع عن طريق البلمونري فين لليفت اتريوم لليفت فينتريك زي ما شفنا على الرسم. بعد ما خدنا الجريتر سيستميك سيركوليشن والبالمونر سيركوليشن، تالي سيركوليشن بنتعرف عليها اللي هي البورتال سيركوليشن. البورتال سيركوليشن معناها الدورة البابية، يعني برضو دورة بابية. means circulation of the blood from one organ to the neighboring organ without entering systemic circulation، يعني معناها سريان الدم من عضو العضو من غير ما الدم ده يعدي على السيستميك سيركوليشن، يبقى ما بين عضوين وبعضهم من غير ما يعدي الدم على السيستميك سيركوليشن. or passage of the blood through two capillary beds before returning back to the systemic circulation، يبقى ما بين اتنين capillary beds مجموعة من الشعيرات الدموية في عضوين، ما بين التو capillary beds او الشعيرات الدموية في اتنين organ من غير ما يعدي على السيستميك سيركوليشن او الدورة الدموية العامة. عندنا مثالين ليها ونشوفهم تفصيلا. الهيباتيك بورتال سيركوليشن الدورة البابية الكبدية، والهايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. الهيباتيك بورتال سيركوليشن او الدورة البابية الكبدية، خلينا نعرف اجزاء الرسم اللي قدامنا الاول، ده الليفر ودي الجول بلادر المرارة ودي الاستومك المعدة ودي الاسبلين الطحال والبنكرياس ودي الديودنوم او الجزء من الامعاء الدقيقه او السمول انتستين ودي كوبايه السمول انتستين وده الكولون الاسندنج كولون وده الديسندنج كولون. ايه بقى الدوره الدمويه البابيه الكبديه او الدوره البابيه الكبديه دي اللي هي الهيباتيك بورتال سيركوليشن؟ قالوا ان الدم او ذا بلاد وذ هاي نيوتريتيف سبستانس باس فروم ذا انتستين، نفس الرسمه بتاعتنا اهي، يعدي الدم اللي هو محمل بالمواد الغذائيه من الانتستين فروم ذا انتستين عن طريق الانتستينال كابيلاريز الشعيرات الدمويه اللي اتجمعت دي وراحت اتجمعت الاورده اللي خارجه من الامعاء وخارجه من البنكرياس وخارجه من المعده، دي كلها اتجمعت وكونت لما يسمى بالبورتال فين. البورتال فين ده ينقل الدم المحمل بالمواد الغذائيه اللي تم امتصاصها من الامعاء دي، يوديه فين؟ يوديه للكبد، يوديه للليفر عشان يحصل له ميتابوليزم، يحصل له ايض غذائي وتوصل المواد الغذائيه لابسط الاشكال او ابسط الصور اللي ممكن يستفيد بيها الجسم، وكمان يحصل ديتوكسيفيكيشن اي توكسينز موجوده يحصل لها تكسير داخل الايه الكبد بيفور ريتيرنينج باك تو سيستميك سيركوليشن، قبل ما يرجع الدم اللي جاي من الامعاء والمعده للجنرال سيركوليشن عن طريق الكودال فينا كافا. فنبص مع بعض كده، ده الجاستريك فين، جاستر يعني معدة، جاستريك فين الشريان المعدي، وده الاسبلينيك فين، وده السوبيريور ميزنتريك فين او كرينيال ميزنتريك فين، وده كودال ميزنتريك فين او الانفيريور ميزنتريك فين، وده الهيباتيك بورتال فين. ادي البورتال فين اهوت اللي جمع الدم من الامعاء، يصبوا فين بقى؟ يصبوا في الكودال فينا كافا عن طريق ايه؟ عن طريق الهيباتيك فينز. يبقى البورتال فين نقل الدم للكبد
ومن الكبد هيروح للكودا الفينا كافا اللي هو يوديه للقلب بعد كده، بس نقله عن طريق الهيباتيك فينز. السيركوليشن دي، الدورة الدموية دي يا جماعة، ما بين ايه ده؟ ما بين الامعاء وما بين الكبد. فلذلك دي سموها بورتال سيركوليشن، زي ما قلنا بورتال يعني بابي، ما بين عضوين بدون مرور الدم، دوران الدم ما بين عضوين بدون المرور على الدورة الدموية العامة، دي بيسموها البورتال سيركوليشن. اول مثال خدناه الهيباتيك بورتال سيركوليشن. تاني مثال عندنا بنسميه الهايبوفيزيال بورتال سيركوليشن او هايبوثلاميك هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. يعني ايه الهايبوثلاماس؟ ده جزء من البرين هنشرحه تفصيلا بعد كده، بيسموه تحت المهاد، متصل بالبيتوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية. الاوامر بتيجي من الهايبوثلاماس او تحت المهاد اللي هو جزء من الميد برين ده، هو ويوصل للبيتوتري جلاند. ده احنا عاوزين سرعه في الاداء ما بين الاثنين، او هاي ريت، عاوزين نت عالي في المنطقه دي ما بين الهايبوثالامس وما بين البيتوتري جلاند. فربنا حب المنطقه دي بورتال سيركوليشن، ما بين الهايبوثالامس وما بين البيتوتري جلاند. Collected blood from the capillary originated in the hypothalamus and through plexus of the veins surrounding the pituitary stalk directed the blood into the anterior pituitary gland. يبقى الدم اللي جمع هنا في حصل ايه؟ حصل انه بينتقل عن طريق الستوك او العنق بتاع البيتوتري جلاند دي بالشكل ده كده. اهي ادي البيتوتري جلاند وادي الستوك بتاعتها وهنا الهايبوثالاموس. هنا نلاقي بقى، نلاقي الكونكشن ما بين التو كابيلاري بيدز، ما بين الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند. The capillaries in the portal system are fenestrated, have many small channels with high vascular permeability. هنا الكابيلاري بيكون فينستريتد، يعني الجدار بتاعها بيبقى فيه بعض الثقوب زي ما هنشوف في شرح الكابيلاريز او بلاك كابيلاريز. Allow the rapid exchange between the hypothalamus and the pituitary. ربنا حب المنطقه دي بالدوره الدمويه دي اللي بنسميها hypophysial portal circulation او hypothalamic hypophysial portal circulation، عشان يبقى في لينك ما بين الهايبوثالاموس البيتوتري جلاند، الانتيريور لوب اوف ذا بيتوتري جلاند، يبقى اللينك ما بينهم شديد وبعيد عن السيستميك سيركوليشن. يعمل رابيد اكسشينج ما بين النيورو هرمونز سيكريتد باي ذا نيورو اندوكراين سيلز ان ذا هايبوثالاموس تو ترانسبورت دايركتلي تو ذا بيتوتري جلاند، يبقى ينقل الريليزنج فاكتور من الهايبوثالاموس للبيتوتري جلاند سريعا بالشكل ده كده. ده بيسموه الهايبوفيزيال بورتال فين اللي واصل ما بين الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند. ده كان تاني مثال للبورتال سيركوليشن او الدوره البابيه اللي هايبوثالاميك هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. عايز حضرتك تعرفوا ان هي سيركوليشن ما بين الهايبوثالاموس و